الجيل التبعي مصطفى محمد افضل من ميسي، ده كان كلامه على ام بي سي مصر امبارح. هنعرف كل تفاصيل الموضوع ده ولكن بعد الفاصل. يا مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات جد في العارضه. بشير التبعي امبارح كان مع مهيب على قناه ام بي سي مصر، وطبعا في فقره اسمها فقره ذا بيست. الفقره دي مين الافضل، بيجيب لك لاعب ولاعب بيقول لك مين افضل من وجهه نظرك، وبيجيب لك حارس مرمى وحارس كمان بيقول لك مين افضل. يعني مثلا ممكن يجيب لك عصام الحضري ويجيب لك شريف اكرامي، او يجيب لك مثلا محمد الشناوي ويقول لك مين افضل. فانت المفروض ان انت تختار مين الافضل بفعل او بمعنى كلمه مين الافضل، مش مين الافضل علشان هو زملكاوي يبقى خلاص الزملكاوي افضل حتى لو هو اقل بمراحل من الشخص الثاني. ولكن خلينا نتكلم كده بوضوح في نقطه مصطفى محمد افضل من ميسي. طيب بشير التبعي الراجل اتكلم في الموضوع ده علشان الانتماء فقط، يعني قال لك ده حقه عليا كزملكاوي ان انا اقول ان هو افضل حتى ولو هو مش افضل. كانت في صوره ثانيه كمان لمحمود فتح الله ولوائل جمعه، طبعا قال لك ان محمود فتح الله افضل من وائل جمعه، محمود فتح الله افضل من وائل جمعه علشان ده زملكاوي، حقه عليا ان انا اقول ان هو افضل. ليه بقى؟ علشان ما ينفعش ان انا هو لعب معايا وراجل لعيب في نادي الزمالك ان انا اقول عليه مش كويس. ده كان رد بشير التبعي. ولكن المفروض الموضوع يا جماعه يبقى واضح تماما، يعني بمعنى مثلا ان انت المفروض كراجل مثلا لاعب كوره كبير المفروض ان انت ما تختارش الضجات وتلعب عليها، لا انت المفروض كلاعب كبير هو بيقول لك مين الافضل، المفروض ان مين الافضل بعيد كل البعد عن الانتماء، ده افضل عشان هو افضل، انجازاته ارقامه بطولاته حياته في الملاعب بتدل ان ده افضل. فما ينفعش ان انا اجي مثلا واجيب واحد ملهوش فيها خالص واقول لك افضل عشان هو مثلا اهلاوي وعلشان انا اهلاوي، لا اقول لك مثلا زملكاوي علشان انا زملكاوي او هو مثلا زملكاوي، لا يبقى هو في كل الاحوال مين افضل، يعني مين افضل في الارقام وفي كل حاجه، ما ينفعش ان احنا نتكلم في الحاجات دي. برضو من القرارات اللي كانت فاتت قبل كده ان بشير التبعي اتكلم في موضوع ان الزمالك لو كان لعب البايرن ميونخ كان هيفوز، وفي حاجات كده كتير قوي يعني من المؤسف ان ناس كبيره زي كده تتكلم على الضجات او تلعب على الضجات او تلعب على موضوع الترند والكلام ده كله. ده باختصار شديد موضوع بشير التبعي مع مهيب على قناه ام بي سي مصر امبارح. هيت لو عجبكم الفيديو تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو.